Moi, je n'ai fait aucune déclaration officielle. Mais je donne belé. حنا كنا باغيين ندخلوا لمنظمة البريكس لأسباب معينة. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس، الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة نتاعنا في الدخول للبريكس ما بقاتش نفس الرغبة اللي كنا، حنا كنا باغيين نفوتوا مع كتلة والمستقبل كشف. لكن سيدي الرئيس، الجزائر عندما قدمت الملف اعتقد في اجتماع جنوب افريقيا قيل ان هناك بعض من تحرك لمنع الجزائر من الدخول لهذه المجموعه. هل هناك اطراف اللي داروها يعرفوا اللي ما اثروش في الجزائر؟ هذا هو. احنا يعرفوا الجزائر بصفه عامه كدوله، كرئيس، كجمهوريه ولا كمواطن، النيف هو النيف النخوه. ما بغيتش، الله يسهل عليك، روح، انا مانيش محتاج. وفينالمون هذو اللي ربما عارضوا الجزائر باش تدخل ربما فادوها. معليش، احنا ما اصدقائنا يبقوا اصدقائنا، الباقي الدوله اللي تبغي تتقوى وتكل على ابنائها قبل كل شيء. تكل على ابنائك وعلى اقتصادك وبني اقتصاد قوي، ما تحوش تبني اقتصاد بنتاع الغير. هذا هو خلاص القول. الجزائر التطوبية يعني صفحه البريكس نهائيا؟ الحد انا شخصيا ما نخمم فيها خلاص، لان رغبتنا والرغبه ما زالت قائمه هو ان دخولنا في بنك البريكس. الجزائر دخلت البنك، بنك البريكس خلاص تم القبول ودخلنا، وربما نشارك بمليار ونص دولار نشري اسهم، لان بنك البريكس هو البنك الجديد للتنميه، سي ليكيفالون دو لا بنك مونديال، اي دون لو كابيتال اي توسي امبورتون كو سيلوي دو لا بنك مونديال. سيد الرئيس، ميم لاديزيون دو ا لا بنك دي بريكس رانفورس نوتر ستاتيو دو بيي نون اليني. بيان سور، نون اليني بي ان بيي ايمرجون. هل الجزائر ستضيف يعني مساعد مشاركتها في البنك؟ تحدثتم عن مليار فاصل 5 مليار دولار، زيدوا ترفعوا هذه المشاركه ام لا؟ نعطوها والبنك يطلب لك كل مره كل عام تدفع طرف من هذا المليار ونص، مش تدفع هذا. ماشي دفعه واحده؟ لا ماشي دفعه واحده.